عليكم خوتي، نتمنىكم تكونوا بخير وصحة جيدة. اليوم جبت لكم واحد البلوغ كنت درته مع العائلة ديالتي في مدينة فيرنس الإيطالية أو فلورنسا بالعربية، واحد المدينة تاريخية بالمآتير والمتاحف، صراحة ما فيهاش حقها، واخا نبقى نعاود لكم عليها. المهم غتستمتعوا بالمقاطع كاملين ديال الفيديو. واحد المقطع الأول فيه واحد معزوفة رائعة لواحد الإيطالي قدام الكاتدرائية، غزالة واحد المعزوفة، نخليكم معاها إن شاء الله تستمعوا ليها ومن بعد نتلاقاو. نتمنى تكون عجبتكم هذه المعزوفه اللي كانت مطلوقه، خليتها مطلوقه لكم هنايا في الفيديو. الحمد لله ما فيهاش حقوق النشر وخليتها لكم بس تستمتعوا بها. كان كيعزف هذا الشخص قدام الكاتدرائيه هنا وصراحه تستحق تسمعوها. والناس اللي كيعجبهم المآتير والمتاحف التاريخيه كل شيء تلقاو في هذه المدينه ديال فيرنس، حيت صراحه واخا نبقى نهضر لكم عليها ما فيهاش حق، شي حاجة اللي رائعة. الناس اللي زاروا هذا المكان راه غادي يعرفوا علاش كنهضر، شي حاجة اللي صراحة خيال خيال، لا من ناحية البنايات، لا من ناحية الناس، لا من ناحية المتاحف، الشوارع، أي حاجة كتلقاوها في هذه المدينة ديال فلورنسا صراحة واعرة بزاف. نتمنىكم تشاهدوا الفيديو إلى الأخير حيت غتشوفوا شي حوايج رائعين رائعين. وكذلك إذا عجبكم بارتاجوا الفيديو مع الناس وديروا لي اشتراك ولايك في القناة. استمتعوا مع الفيديو وشكرا لكم.
Thank you.